وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة الأيام القليلة القادمة، احنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وأستاذ نهاوند وكل السادة المشاهدين، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. احنا النهاردة بقى الوضع هيختلف حبتين، احنا مش بس عايزين نعرف المتوقع في حالة الطقس في مصر فقط، عايزين نعرف كمان النهاردة الأجواء في المغرب عاملة إزاي. حضرتك عارفة بقى طبعا النهاردة نقطة الانطلاق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، تعالي نبتدي بالمغرب وبعد كده ندخل في تفاصيل مصر وبقية المحافظات. هو طبعا المغرب بتشهد انخفاضات في درجات الحراره تعتبر حول المعدلات، يعني العظمى فتره النهار هتروح ما بين 18 19 درجه مئويه، ده طبعا على كمان المناطق الموجوده في الرباط وطنجه، المناطق الموجوده اللي هيحصل فيها الماتش ان شاء الله. خلال فترات كتير طبعا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره الصغرى ما بين الست والسبع درجات، فالاجواء فتره الليل بتكون شديده البروده، فرص الامطار ضعيفه جدا اليوم على المغرب، يعني ممكن لو حصلت حتى تكون امطار خفيفه غير مؤثره تماما، يعني شفت استقرار عن كمان جمهوريه مصر العربيه. كويس، لان اليومين اللي فاتوا كانت تطوان الدنيا غرقانه فيها امطار، يعني شفنا طبعا لقطات كتير للفريق بيتدرب تحت المطر. كمان بالفعل كان في تساقط الامطار والثلوج في المغرب الايام الماضيه. طيب بالنسبه لمصر بقى يا فندم. احنا طبعا نشط جمهوريه مصر العربيه منذ امس حاله من التقلبات الجويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بسبب تاثرنا بوجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. مصادر الكتل الهوائيه كمان اختلفت، اصبحت قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبنشهد انخفاض في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى متوقع اليوم 17 درجه مئويه، خلال فترات الليل هتكون 10 درجات، يعني هنحس بالاجواء المائله للبروده فتره النهار، بارده لشديده البروده خلال فترات الليل، بالاضافه كمان ان اليوم في نشاط للرياح سرعاته توصل ل 40 كيلومتر على الساعه، يمكن كلنا ملاحظينه الان، نشاط الرياح هيخلينا نحس اكثر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، هنحس كمان ال 17 يمكن اقل من 17 درجه مئويه بسبب نشاط الرياح، كمان نشاط الرياح مثير لبعض الرمال والاذربه خاصة في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد، شمال محافظة البحر الأحمر وسط سيناء، نشاط رياح أيضا هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج يتجاوز 4.5 متر على البحر المتوسط وغير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية. مع انخفاض الحرارة ونشاط رياح طبعا في فرص سقوط الأمطار، كنا ابتدت بالامس على السواحل الشماليه للبلاد، اليوم متوقع استمرار الامطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعد احيانا على المحافظات المطله على البحر المتوسط، كافه المحافظات المطله على البحر المتوسط ممكن كمان يصاحبها تساقط لحبات البرد اللي هي الكرات الثلجيه. حصل اليومين اللي فاتوا في اسكندريه. بالفعل متوقع اليوم يكون على خاصه الاسكندريه والبحيره كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، الامطار كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت اقل، فرص الامطار اليوم في جنوب الوجه البحري امطار ما بين الخفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا محافظات مدن القناه وسط سيناء، خلال فتره المساء الامطار ممكن توصل لبعض المناطق من القاهره الكبرى خفيفه ممكن تزيد عن الخفيفه شويه، ده مجمل الامطار اليوم والحاله الجويه دي. مع غدا ان شاء الله يكون في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، فرص الامطار هتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، كمياتها هتكون اقل من اليوم، امطار ما بين الخفيفه المتوسطه، سرعات الرياح هتهدأ كمان عن اليوم غدا الخميس ان شاء الله، لكن انخفاض درجات الحراره ده اللي متوقع يستمر معانا لمنتصف الاسبوع القادم على الاقل. ان شاء الله، جميل، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، بتسعدينا وبتشرفينا دايما، شكرا دكتوره منار غانم.